السلام ربي فونا اذنونا ويلماند ولهنا مرحبا يسونا غرا سيرا ونونا ابريد انت نمورثا انت ايضا انسي ولا خفوين ديدان قال الخطاب مقوري صاحب الجلاله ايلي محمد وزدي صربات نصر اسن انستاز قيورا نوال برغي فن غلانا اسلم سيفت 39 وسكاس ازرين خف المسيره غد ثوده تزيزوثا يعني مغربين غل اقل من غ انسيه فسيثا الخطاب يا صاحب الجلاله ايلي محمد وزدي يجدد جمره ووالك سواث وريد غزجاج مازرتنا بر ايد كثميزار انبرا الخطاب ان ديوين شيان زيت براتين انت غيف سنسي ولي ضاد امكن انت نسي ولي تخفون وي صاحب الجلاله محمد وسطيس غوينيز دينا سوسيمين غد التنميه الاقاليم الجنوبيه الاقاليم انسيه فاسيته ما دينا صاحب الجلاله غوينيز دينا الاقاليم غير سيمال قال لي حداس كوسا دي ثاني تا ديك سيدي تجو موتي اكسوات انسي وخف نقاضات نقاضي غوينيز دينا سدعو تنصحرا ثا مغربيه فيرمي زين تاين 39 وسكوسا ياد اخف الدعو ثا انسي وخف نقاضات كل اللي مجيونا كي ديلان الا كنا الدكتور سعد الدين العثماني ايان رئيس المجلس نابور الحزب العداله التنميه دكتور عز الدين سعد الدين العثماني مرحبا بك. مرحبا. امكن كن غير الاستاذ احمد الباز احمد الباز ايانا سلماذ اسدوي امكن ايا ازك البيرو انت سرتيت الحزب الاتحاد الدستوري السي الباز مرحبا بك. الله يبارك فيك. تقول لي وادي لقيت الاستاذ الحصبري يعني المحامي رئيس المركز المغربي انت للي الديمور السي الحصبري مرحبا بك. مرحبا اسماعيل. تقول لي وادي لقيت الدكتور الاستاذ محمد لطيب نيا المحامي في الحزب الليبرالي المغربي الدكتور لطيب الاستاذ لطيب مرحبا بك. مرحبا سي ملتما تنميرت. تنميرت نقول الكل ركون ريس المصرحه باش هي نخفض فرنو نغداتي شو كان نقول جراواد هذا ما غنسفال اول نغدي غادي سلموتي غير التقرير هذا الدنيوي محمد جاري. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم ببالغ الاعتزاز الذكرى 39 للمسيرة الخضراء. يوكد قليد محمد وسطيسة صربية الخطبية أسنستا زكويرة غيفنخة سرم سبتو سكتي وسكواس ويس 39 إزرين في المسيرة الخضراء. ماس المشاريع غير المغرب يسقس النادي دان الاقاليم تنجي تفاسيت هنا غير يستظهر اما اذا ترجان الاقاليم تنجي غير زمان النادي دان اذا دينا ربيه تنصر ماشي المشاريع خاثر ايدي دان دي تو الاقاليم تغرخ عزين لما كانش ارتغيمان المشاريع غير توين ايمال الاقاليم هنا ايدي دان هذه الصدهير ما اذا ترجان يتنجي هذا هذه الصدهير اوهيليد ماس دان المشاريع غير توين يتنجي ويسي مزدي تني جيادة إيان ويس خفغي تعوج غردتا دوين غري الزغد المغرب يتني جيادة وريمز دايد القانون وريمز داي أذمستو يان المشاريع وجد ميدن إنا مزدين الغراء يصفان خفت مزير تاموت النساء ندعو لفتح حوار وطني صريح ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات بكل مسؤولية والتزام أضرت يلي السوثر الجليدة تتوين إميراون إومران الرأي أخ ميدين الذي توي الأقالي مثل جتا فاسيت قوامو نمون تنوشان نتمازيرتا جم سبتي السوثر الزيت مرات إخوصان أتمو يود انتث زيت نجنس يسيمي انثني جياد أجارة علينا ما اسمشي يثيط إثني جياد أدي در يمزدغ الناس تدرة العز وريه من داس غاسا ديرين إجامان المس الدولة الحق القانون ومن هنا فإن المغرب يرفض كل الممارسات التي تستهدف المس بأمنه واستقراره. الظرف ياد يود غليد أسلم سبتو سيتو سكواس ويس 39 إزرين في المسيرة الخضراء يود خميدي سعطرة نفوكا أن دعوت الصحراء المغربية الزجاج أدبرانيسا هذا هذه النا ما سوريني المغرب هذا فغز ظرف من الراي يفتاق يرزو أدي ثنبات يفوس يمزدغ الأقالي من تنجية ضرب ظرف في خفون السن الراي المغربة هذا هذا استشديد استورا يرزم المفاوضات دو معوان دويس إزدير حاج دو يدا سنيت إصفان أدير التفهيم زيادة ويد المغرب يقود غد يفغ زدار أن ميدي السثور دنيا ينوي النساء فدون تحميل المسؤولية للجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع لن يكون هناك حل. أجم سيبتي هنا أوليد ما سوريني أدير فوكا أن دعوة الصحراء بجامع غيتو الصفور جماء الجزائر إلا نظار في مخالفنا ذا اللي هنا أريد يسدن سمزية الجزائر
اذن بعض الناس ذا الشعب الناس ذا تقرى ان السن ميدان تيني اقنو قليدا مشان اياد ايدي لان ايد خانيك الناس مغربة والحق ذا تكر الجزائر ارتلما اخفت نبط المغرب ذا احزاب الناس ذا الصحافة النساء ذا هذي انا اغليد مس وخا وريلير بترول ولا الغاز غل المغرب اموين لان غروياد ارتنين الدوية ذا سنية بريد ذا سترفسن او ذا القوانين إلا وواج إيوثان غل المغرب قلنو قليدا الدعوث النخ ثنير منع نيجياد ثلاثة يرين مغربيا أضواما زيان يثوطانيثا إيدي سياد نيو قليد بس يخضو نيران ذي فوكا الدعوث الصحراء أرتي تحاسب ذا مدعوث أن تيمور نور قرى أكسين ما سيوما أج مغرب سلحق غير سيلان يدعوث هذا نيجياد ذا يرزو المغرب ذي سمو ترارا والنس أمون سمسلان يثوذان والسيميد والسمسي يدير ثدرت العز أدرهنا أن يجلنا وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل لجمع الشمل بين أبناء الصحراء في وطنهم واثقين من انخراطهم في مسيرات جديدة للنهوض بالتنمية وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين أينما كانوا. نقول أن أسفل ونغزق الدكتور سعدين العثماني دكتور مونث عليض يعني صاحب الجلالة محمد وزديس قال الخطاب النسي ويتشيان تبرتين أنكي سيول خف الدعوثة أن صحراء كتزوري أرى عنون كيني ونقول ديدان الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم الخطاب وقليد يجي الخطاب بايري قوان يجي الخطاب غلنت باهرا تبرتين استفتنتي يكون له مدار الا العلاقات القضيه ديال الصحراء يساول سيد تمازير تينا سي زوار تمازير المغاربه ديال الصحراء يساول يصيفط تبرت ايت الجزائر يصيفط تبرت الامم المتحده يصيفط تبرت تضنين الدول اللي مقرنين خصوصا الولايات المتحده الامريكيه كل غولي دارت للعلاقة الصحراء يساول مانيكا سيزراء المغرب العلاقة ديسن مانيكا سيزراء القضية الصحراء اللي بهراي يمطل غيلاد 39 عام هيد غيلا تمطل المغرب مد الخلاصة اللي رد نصفها حا الخطابات وقليد متيقان إذ المغرب استمر في الخط اللي درسيلان يسوري يمكن يسامح الصحرانس يسوري يمكن يتساهل حل القضيه يد ولكن يزدح يقى مستعد باش المفاوضات ولا يحل كرا الحل الامم المتحده ولا كرا هاتي المغرب تنورك يقنا غراس اوريك كله اغار اوهو يرزم غراسات ولكن الشرط متيقان هو الوحده الوطنيه حتى ما زرت كله يحدن اختاد قضيات ورم كرك جيس نسامح وكان جلالة الملك انتان ايقان على حسب الدستور انتان ايقان الضامن لوحدة تمازير انتان ايقان الضامن الاستقرار تمازير انتان ايقان الضامن الامن تمازير وكان الخطابات يشكد حسية قد غيلاد يشكد أرس بيان ما يقان النهاية ووال يعني اول المغرب اولا قالوا المغرب ورسلوا الا ورمكن النقص هو اولا جلالة الملك يوضع الاطار الاطار العام للقضيه اللي يمكن كل ما يرى يخدم غيلاد القضيه الصحراء حيث مازرت كله اتي دارس غيلاد الاطار اللي لان اتي يمكنس داخل الاطاران اقنص الاطاران يخدم يخدم خدمت مازرت نعم يعني الاستاذ الباز يعني شيئا من دلتينين مس الخطاب صاحب الجلاله هي الخطاب قوي الخطاب نيصحان هي الخطاب نيا صريح يعني ما خفت من الصراحه هذه دانك الخطاب صاحب الجلاله مزوارو مساش مسكنت ملي مات جاوي اني كنا دخيت تبعان كنا دخيت وران ديال البرنامج هو نعم مرحبا غنمشي تنيد الخطاب نهار الستة نهار الخميس يعني تجاوز الجيد ماشي هو مزوارو يدويسين يضرق نعم يصطرح ولكن ما راهي 4 ايام كورة وني 30 زي 7 خطاب العرش وني 20 غشت وني 10 اكتوبر اني افتتحنا البرلمان الصراحة إذا سجل إذا اللغة النس تضرق تسرح
تبرثين إذا جديوسين عزمنت ماشي باللعنت والسيور الشاس المعنى السيور سالوضوح ولا بد ذيني الأسباب ميجينا جديد ذي رقتة السيور سلوغة يتهقت يخسن فكا بأن عامي عذن أمر رقتة ذي الخطاب نستنو فنبر رذوني جديس جديس الرمز وإني إنق من ذي قوان أن رجع شان حاجة تقواد تقصح ثوعة المسألة الصحراء لأن أبريل 2013 النظرة من ديسي وقع عندي مجلس الأمن تغادي نجي محاولة أمريكا باش أدوس عن المهمة المينورسو إذا المنوية يسد وحاجة ثواني تنظني تمغى إذا أجد المسؤولية النس يجيش الخطاب الدولة يجيث الدولة يجيث أولا المغربيين مرة ماشي يتعلق الصحراء لا يتعلق سجن مرحلة هذه سيادة في المغرب المناسبة قضية الصحراء لأن التجربة يعذن مرة من 40 عام أنسني نشين بريميا يعني كمر المهمة الناس يخسنا في عملية جديدة مرة ذا المغربي كمر ما مش نتجا ذا يستطبع نملنا دكتور واضح خطابي الجيرة الجزائر ذي الأجهزة الناس ذي المسائل الناس خطاب الولايات المتحدة الأمم المتحدة ذي النيت مخاوض ذي القضية الصحراء ذو سنة خدمة الكواليس يعني ذي سيت يتخاوض ما مش ميجي الموقع نسن ولكن يطلب الزيسن الوضوح أم نجر خطاب النس واضح يا زكر شديري واضح إذن المغرب يعور خشن مرحلة الجديد يتهم ماري مغربيين من يمجن إذا هو ذا اللغة يتميز الخطاب هو خلينا من بعد نذهب في التفاصيل نعم الأستاذ الحصبري يعني الخطاب صاحب الجالة يعني إدادة كذي الإطار قنت أتكم دعوثا الصحراء المغربية زي ستنوان بير نيزرين غردات يعني إدادي يرشميان وبريد يظن قغتكم دعوثا الصحراء المغربية الخطاب نوليد إدادة قتا لقت أنني إشقان مخف لأن مجلس الأمن أبريل اللي غيزرين إن ياسن أو دي مشور نتقولا ما تمسيسيم خف أنتقول يانو مسيسا هات أبريل دغنا دي دانو 2015 مجلس الأمن قد أدي بدل الإطارنا أنك تساول مدغيد وأنك تقامونا إذن ما يدي عود يزير تاقاتوت هو انه بريطانيا الناس ديسي اخصا ادور نتقلاس كواس راس كواس عاد يدرا نسوال الميل في الصحراء اخصا داس نتقس 6 شهور اذا نعاود نزير انت قالتو تا النغمي 27 اكتوبر اتي لا الا الاجتماع مجلس الامن ولين الاجتماع نا نغينيني ورديك سي فيغ ما يدي جران ولكني نغينيني هات لا تنوغيت لا تزيد تكنسون مجلس الامن لانه اذا نينا غيجي ازديداد غير الخطاب من الدور الضغ الخطاب ان كل شيء انك هذا الخطاب يان قوي لانه نو سيتادولي دو غاموس وين نتفر نغدوينا دان ورداتي نسوفو دي دغي خصها نسوف غير مدن هذا سنينيني او ديها تكودي تدو الميل في الصحراء يتشقوا اذا خصها دي سن مدن ما يدي جرا خصها دي سن ما يدي رانا دي جرون افادتكم عاون مدن ازازا اذا داد لان يسول ويلي تخف المغربيين انك تلن وينا ايجاني وطنيين احقان الي وينا يزنزان الساغ نسيت من الصحراء يسولوا يلي تخف خف الامم المتحده الناس تورنا نزري يات دولين غديان وغاموس نغديان السقف اين يراني جرو اذا ناتور يمكن ان نسيو الخفا يمشي داغنا ان نبدل لاطار المفاوضات ويمكن ان زايد المينورسو الترقب حقوق الانسان ويمكن اديت تجم امنك اميان ورتداكيلو لي البوليزاريو نسوا المغرب د البوليزاريو متى ورتداكيلو لي ورتكويلي اذا يساول ويلي ديوز انت بريت امريكان ان سي خصا ادي سينما ديال الموقف النمي الصحراء يساول ويلي ديوز انت برات المنظمات حقوق الانسان يساول نخفوا ان يتجرون في المغرب نغديات الحاج طمزنت في المغرب ارتي تسقيتير نرتي العجب ما تاور ناس يسيون
قلنا لن نسنخفو لنا يتجرون يتزاير، قلنا لن نسنخفو لنا يتجرون يتوندوف. إذا ماشي ياند اعتنت براتينا إلا قودينت اعتنت. إذا ولكن الدور الضغ أمتني تنوسي تادولي اللي هنا ما يدي لان داوت دولي الضغ. إذا ندي دغي كلو إمغرابين يخصا هذا كمون، كل مغربيين يخصا هذاك عاون نازازا يعني ما يدير انا ديجرون يعني باش يعني خصا ديالي شنامونت هي يعني الاجماع وطني ومتين ياتيلي شنامونت ان يعني كل مغربيين وكوني تخصا ندعو تنصحر هذا كان يعني الرساله يظني دي دانك الخطاب استاذ لطيب هي يعني يخص تلايات الرساله ايجاج المغرب اي مغربيين سي قرنسن ميمي لازمات يندغي اخويني تخصا ندعو تنصحر تنميرت أستاذة فاطمة تنميرتي الحضور اللي دار اللي كي نحيسو قول تنميرتي يتمتنا حديث تمتنا حليلاني نحيزين تمازيرت ولا بران تمازيرت ما سيمكن بنادم تينا حل قدام الخطاب وقليد قدام الخطاب وقليد يصعب تناقش بنادم ولا دولي ولكن أريد نحلي أول مرة اي سولو قليد في القضيه الصحراء ولا انه يسكر خارطه الطريق يحدد قيس المعالم ييت برا ديت وقنس يسبين المغاربه ديال المغاربه ما سيخصها التقين ما سيخصها تسكر نحل قضيه الصحراء يسبين اسن كذلك انه تلكم الوقت اللي سيخص القضية الصحراء التفي الحل اللي كان النهائي يخص يبين واللي كان العدون حل القضية يبين واللي كان صديق حل القضية يخص ميدن طبقا للدستور وطبقا لأن أمير المؤمنين أقليد هو حامي الملة والدين والحدود يخص ميدنا كله إلين دارت كين يوع عسكري حتى غردي النس باش تخدم في القضيه الصحراء هذا سفين الحل اقليد يسبين ما سيمكن تنسكر ما سيمكن اقيسور نفرض ولا قيس نسامح بمعنى اخر الملك يسبين انه يجه تيبراتين يمد لي تعلقني القضيه الصحراء كريغاتيان خصها يتحمل المسؤوليه التاريخيه وبالخصوص واللي تعتبر اسكان وين نقوين سنين لين صفن لين صفن ميريكان ضد الدول العظمى اللي ممكن تاثرنت و100% انت تاثرنت حل الملف يخصها وان الدري الا الحق هذا سنان وان يتلعب وان يتخوض خصها تقينا مثل الحد نس لأول مرة يشكاد حل خطابه وقال لي تنصر ربيع الزوت أنه الجزائر انت تيقن السبب المشكل يخص المغاربة أتفهمن يزد السبب الأساسي الرئيسي حل المشكلة استيقاء الجزائر ولهذا يخص سن الجزائر يزد مغربي وخنتني الطفن توريق التخضريت درسن الدولار درسن البترول درسن كذا ولكن كني دارنح بنادم دارنح مغربي تمغربي اللي في عول المغرب نعم غير القضيه بعدا نسنو من كني مغربيين دو دي دانك الخطاب من صاحب جاي لنا مس الجزائر مصغير سيلا الغاز هذا البترول هذا نادي ستسغت انا موت نغت وطني ني مغربي واخا الجزائر درس البترول درس الغاز ولكن ميدن سوري مكين ادماغ نفيات القضيه اللي وريين تنسن في حين حلوقت اللي المغرب المغاربه كلو ودنكي حل منطلقين وكمحامي مستعد دكي حتى سلهمت للمحامين لصح التريال العسكر في الوقت في الوقت اللي سيخصا الدفع حل المغرب اشكو بنادم ريت تمت اما في وكالنس اما في العرض نس اما في تروانس نعم وبالتالي اكل حوريتهم كان كيس نسامح اي طريقه اي هذا غير الدكتور سعد الدين العثماني نسن مس يعني تكيضت يضا الوزير السياسه نبرا ما زرتنا يعني تموض شيان ومشاور نيت واكين خف الدعوة الصحراء المغربي دكتور سعد الدين العثماني ولكن استنت كادت مشاور من الجزائر كطرف لحقاش هو سيد الخطاب نجليد ورديت هو كدعوة الصحراء مشو راس الجزائر تيض يعني طرف هي كمين المشكل يعني الدبلوماسية المغربية ما كانت معامل الجزائر الجزائر الا اللي قبل هذاك شحال كي وزير الخارجية يعني 2011
الا ديال الاتفاق بدون تكرن الزيارات غير المسؤولين الوزراء المغرب المسؤولين الوزراء الجزائر. وكان بار منو الوزراء دي كان الجزائر منو الوزراء الجزائريين غادي كان الا اللي يعني الاتفاق باش القضيه ديال الصحراء تلان دار الامم المتحده راه انتقل باش الامم المتحده تتبع القضيه نافيه للحل على حسب غليس اتفقن مجلس الامن على حسب القرار المجلس الامن غير لا خصها ديال المفاوضات باش نلكم سيال الحل اللي في لا الاتفاق غير الاطراف كلوتن. وكان الاطارات غير راح يقدم المغرب المقترح للحكم الذاتي ولكن وصبرنا ايت الجزائر كل مره راح تصفغن كراز وتغير ديت لنا غد وزير الخارجيه هذه القضيه الصحراء قضيه تصفيه الاستعمار وكان ارتوال في المغرب زي حقا مستعمر زي حقا قوه محتله والخراد يقا الخرق الاتفاق وفلاس يصبر المغرب وين يمكن فلاس يصبر اشكو يمكن ان تفاهمك في كل شيء أبلا باش اتهمت المغرب يسيقى مستعمر انت ما زلت نسان وكان غينا كان السبب غير اللي حسور وتستمر الاتفاقا لد الليل نعم يبد اتفاقا وإلي القضيه ديال اللاجئين اللي نحتي ندوف اي الصحراء اللي نحتي ندوف من السلي زوان اللي حكيس لان دائما لا الجبهه الانفصاليين ولا الجزائر ارتفض باش الامم المتحده من خلال المندوبيه الساميه للاجئين باش داش كاين تحسب مشك على كيسيلان اللاجئين من نواد قاعدين دوف اس كله كان الصحراء انت المغرب ولا كردوش كان حكران الدول الصحراء الجزائري كاين الصحراء الجزائري وكان اثنين ورانا هذا الجين الامم المتحده ان تكشم صغير لا تنحاسب باش تسمش كيسيلان ولاد السن ماني دكان ولاد السن يسراني تا غين غمان ولا يسران الدورين ست مازيرت نس واللي قارين الصحراء اي مازيرت اي مغرب غادي قايا الخرق القانون الدولي الخلق الغايل اللي تميار المتحده وحتى المخيم اللاجئين حدوني كل اللي كان زود غواد اللي حري الله الحساب والسن الامود والسن مش كيسيلان وشكون ولا ماني دكان ولا ما دكان ولا ماني رانا اسمه سرسفتون غير اللاجئين اللانين اللي دكانين مالي لان موريتانيا الامم المتحده كله تحصات نسن مش كيسيلان نسن ماني دكان سميت نسن تصور نسن رازنا كسكار تصور اللاجئين اللي نحن المخيمات غير السوريين غير اللي لانين الاردن لبنان ماشي زايد غاسيان انتي سيناتي زايد يعني نعم ارتبعان درسنا ولكن غواد غير 39 عام عاد واش 39 عام هذوك ولا نحسبوا ولا نسمش كادكان ولا اش كنتني غير درنا استجن كورقه سياسيه باش السرس تضغط المغرب غير دوري ممكن يسمح القضيه غير المغاربه تكان تروان حد كان دايت متنا اسمه يخص حتى اثنين درس انتيلي الحريه باش تعبر تختار ميران تختار ميران دكتور الاستاذ الباز يعني صاحب الجلالة الخطاب نسمس يعني الراي الحكم الذاتي غطان بطني مزدها الصحراء قرنسن كان الراي كان سقف ني ميغي المغرب تيوش يعني نايو يد وريتيغي المغرب ادي لي شان تنازل يضن كوني تخص انا فو كانت عوثان الصحراء المبادره على الحكم الذاتي زوارو واكديت الخطاب الملك والني تزقى وزما وذي من غياني المغرب شنج من دايس ذي الحكم الذاتي اذا المغرب يزو مفاوضات غاس الاستعداد للمفاوضات غاس الاستعداد النقاش غاس الاستعداد الحوار ربدا واش تجي ديالنا بانه من تو متو غد ولي العهد يمقبر يجي مغربيين يجي اذا المغرب واسبو العقده خ النقاش خ المفاوضات من غير يمكن باش نوض على الحل ولكن ذين يجن يجن يجو في وزمات العدا وهو الحكم الذاتي ولكن زينهارا بالنسبه للسكان الجن ديال المنطقه ذيني من غيعوضن من زي غنبدا باش نوض على الحكم الذاتي من يعني الجهويه المتقدمه ولكن النموذج التنموي
يقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الميزه يغيرين غاثرثين الجهات من المنطقه من الجنوب من المغرب وهذه الجهه غالمناطق النظني هذه جن واجهه لان الاهميه للخطاب وجه جديد يقال نهار الخميس مين تاعنا هي مين تغيسن مين غيق المغرب هو الخطاب يعني كوره مغربي يعني قد ذي المؤسسه مثلا قد الحكومه قد راس حزب سياسي ذي المجتمع المدني مواطن عادي يتعيش ذي الجنوب يتعيش ذي مثلا ذاري في امن النوجي ذاري في نيخذا جبرين نيخذا صحراوي نيخذا سوسير يعني ذي الجمار المغرب مار النخ مار اذن من يمكن ان سوجد ان خدم زي الخطاب هو لان 6 نوفمبر 2015 هي سجن الخطاب النظني يخص زيسا ار عم دي كوان اتيري المغرب يبدر طريقه العمل نشتي غاخ التحديات نهار ظهر الجزائر ومن الملك السيور خثيب راتينا ازمنت يسا استوريقين مره ما قادينيش الحرب تعيشيت يوميا مين تاعنا دين حرب اعلاميه دين حرب اقتصاديه دين حرب الكترونيه هذا جديد الحرب الالكترونيه خدم يعني تسريبات الوثائق اواني التجارب يوقع ويكيليكس اواني مارا اذا ذين مجموعه تسميم الحروب تستعمل ذي الجميع مين يقيم؟ يقيم تسلح الجزائر قد سلح زكوسه مثلا ذي الميزانيه نسخه 42 مليار دولار 62 مليار دولار مجموعه الاسلحه سجاديه انت مين ومين؟ غاخ الحرب اكيد في المنطقه افريقيه لان النجاح يلقى المغرب ذي القاره الافريقيه عام يعني يلقى وجد سياره زوينات ذي نرد الفعل للجزائر اذا المغرب نهارا انخدم ذي الحكم الذاتي ذي على الامم المتحده انخدم ذي التنميه المنطقه بالخصوص انفعل التجربه يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهمه التجربه هي لان يخدم ذيس يجن فتره ذيس النموذج ذيس المعطيات صبحت بزاف ذيس التشخيص ذيس الحلول قلت انت مغرب قلت تجن مؤسسه دستوريه من المغرب وفعلا دراسه واقعيه للمنطقه اذا انخدم ذي الجبهه الداخليه ولكن في نفس الوقت يمخون بورن ينيت مخروضن اضفن ابريد نيشان لان ويقيمشا المغرب يدبا القضيه المناطق من الجنوب امش تغيت هذه مده 40 سنه اذا بالنسبه لي الخطاب الملكي ظهر وجميع خاص غنعلقني خلي ثاني كل شيء من دايس واضح من عنا المسؤوليه يجي النهار هي ما مش غنتفاعل ايك الخطاب ما مش غنفعل الخطاب من دايس يتجال باش نخدم سجن الطريقه النظريه جميع المغربيين ما مش ما يتجال موقع انسان تحمل المسؤوليه كويج زوان سان المسؤوليه لا غير ولكن سجن الطريقه النظريه لان كل شيء باين كل شيء واضح اذا الاعداء نخضهان المنافسين يظهان الطريقه زي خدمن تظهر نستعد الى اسوء يعني ابريل ديكوان ابريل ديكوان ان رجع يعني المغرب يخص المغرب هذا يوجي ديما جدا في الخطاب نعم الملاحظه يمكن اني او التعليق عن الخطاب وجديد من يعني يعني مين زي غنسيوره استزاز زي سجدي نعم يعني كان استعرفت خطاب استباقي استباقي نعم استباقي نعم. اذا يعني مره هي الاطار هي الاطار من دي يتوضح هذا اذا خصنا نستعد نعم انتور استاذ صبري الحو يعني يسول صاحب الجلاله خص نقيتني تخص امور الميدان حقوق الانسان انما سال المغرب ورحلات جيشان حد غاسينين هالمغاسير ضد المجال لحقوق الانسان لان المغرب كان ثم زرت مزيروت المنطقه اني يتمعاون المجلس امضلان امور الميدان يعني توريق تستخدم الجزائر سوسعه وناس تكين شيان زيتني لا الدويا دي جاني تمو كريستنا ومازال نمونت الميزار كريستوفوروس اللي قرتي قبيل المغرب يعني تنقيط واستخدم حقوق الانسان قدعو تن الصحراء تنقيط حقوق الانسان ديتشن تقيفا يطنين قات يطنين ينتين الموارد الطبيعيه هو تنوغي تجديد تنوغي تجديد ولكن يخصا نكوني اين نقول هي مور نمدن غد حقوق الانسان يخصا التين صنعات يمدن يخصا نزنز اني سينا نزن زين غور نغيلان باخ لان اذا سوا الخف حقوق الانسان هذه الحجه
تي المغرب يتيا ماخ لانتيني حقوق الانسان المغربي غولان يان يتيزيت خاطرت يتيزيت خاطرت ونقول نوجر النق لا ين الجزائر ولا كان حياه ماخ اذا تيني مثلا الصحراء لا وين نادي تفغنا التنين ارتغوات نقدر تنتحيه حتى التنين نرى نكوني مثلا نرى نبطوخ في المغرب تدغ الحجه المغرب يدغ لان امن الدغ ما غير اسداس نسفلي المدني المخيمات داس نسفلي المدني تونجو لا الا القمع داس نسفلي المدني الجزائر الجزائر المغرب هي اللي اذا الا المغرب يا نغيانيني يا الهامش يا تيزي تا خاطرت انك سوال المدني اينين ما يدغرسني لان اذا نود غادي تفاني الصحراء ارسوال يخصا نكوني انزنزي مشي الدغ انني مدن هات نكوني غور لاني مور المدن اريد وين غي السعيه يصغر غور نغليني مور المدن لانها دادي التاسين يوت الحش طمزنت ارتي تسخيتيرن ارتي تسخيتيرن ارتي العجب لانه مشي الدغا مني ختي تيكل تامز كاروت قلنا لنس نخمي دي تجرون يود غانياتن ماخف لأنه دزاير نتات دا تيكي قاريت نيت مسمونين نبرا أرتي جنتا قارين يمشي ناران إذن إذن تيني أن إمور نمدن أود المغرب أود المغرب ما ديال الحج جنسياتن الدولة تمزقاروت التينين المقررين القوانين الاتفاقيات الدولية أدوية دا تكيم تمازيرت تيم تقرر نون تيم ما يديك سجران ورت لي الدوله سواء هنا تجار ولا كياطني تقبل او الجزائر كو تريل تريل تمازيرت الناس الناس ورد تدوز راه وديان ورت لي تيزير ما يدي تجرون من نغورس لا كت مازيرت الناس ولا ما يدي تجرون المخيمات يسول الدكتور خفيت النقطه يا ما اذا تيني الخطاب نستانوان بير اقديم يسول الملك ان المسؤوليه القانونيه ما قال لي ان المسؤوليه القانونيه لان اذا سوا في المخيمات نغد اللجوء لا نتسني مورن دي تسنت لي لا نغور مدني لا المخيمات يخصها تغورسني لين اود اود التقرير مكارون نتمسمون تهيو من رايت ووتش تك تعترفت انك اودي الجزائر ايدي كان المخيمات البوليزاريو فرتني تنتحري ورجنت لي القانون الدولي ما يدي التنين انه نغيان نشيات الجهات يتسل اللاجئين اللاند غوريك تمازيرتين شخت نيات الجهه تاتني تسيار نغدار تني تسودو اذا انت قفي تام زوارو تدق وراك قلت لي لاقاش يعني الا نكتين دو في غي هذه الدو هذه السكن مثلا قلت لي مسان نغد قوهران نغد ما غادي يقيم المخيمات نتين دو في يعني هي ذات هي يا الخرق من حقوق الانسان يمشي لنا من تيني غاو التقرير مقارد انه نكوني ننتقد لنا يا إساكسو لا غنكوني د البوليزاريو متى نكوني الدولة الناس تعترف أنت سميتو المجتمع الدولي البوليزاريو غير حركة ورغورسي اللي وكال ورغورسي اللي اعتراف من أرتيت نتقام من نكوني من تا يخصنا نسيو الخف المسؤولية الدزاير ما خف دغيت نيتا أو التقرير دغام كارونا هيومن رايت ووتش ذاك التيني أو الدم دنيلا المحيمات هات غرس القدرة غينا دون سكان ودغاريات ولا كاين وردات نتاجا الجزائر ادون سعوديون ودغاري دات نتاجا السيني دغارن ادون اما الصحراء غدا موريتانيا وردات نتاجا تسيولن لان مشي لنا الدكتور لا نمدنا لا داكينين اودي ري غاد نبطو المغرب الين وين كاين ري غاد غلقص المغرب المسؤوليه الجزائريه النقطه يا تقيفي تياطنين مدن ناي قيمه نغورسي تمازيرتيات المده تخاتارت هي القانون نواينسو غرس الحق غرس انت لاود الجنسيه الجزائر اذا مدن دغنا الا هي المخيمات والغرس لاود الحق يعني هذه هي الطلب السياني الجزائر الا ينسر فيك سوات حقوق الانسان المخيمات انت اختار استاذ لطيب صاحب الجلايه ويد يتنقيط يظن يسي والخف الانتهازيين نغد وين يتنين مسيان وطنيين ولكن التنين هي الوطنيين غاسا كتسفيد نزق زق دعوت الصحراء الا ايات نسن ادويه يوجد يعني يا الحراك نيلاند غير الاقاليم الجنوبيه هات رد فعل ميتين غد لا تكين على حقاش والقبيله اللي يتجرون لا نمدن لا يستافد نزق القضيه الصحراء وفي الحقيقه قليده تنصر ربي عزوت في الخطاب يسبين كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم راه كيتيني ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله المواطنه وري مكن التيلي تكتي ودار غير تكتنيا حغين اما تكيتا مغربي
اما سيرس الجزائر الحسن الثاني الله يرحم ربي الناحيه الخطاب اهبطوا تندوا فلكم فيها قرارا. الوغ المغاربه خصها تسن القضيه نعافى الله عما سلف وخصها تسول تقامه غير 300 الوقت اللي الامور باينت وضحنت اما تقيت مغربي اما ورد تقيت. القضيه الصحراء عطلت طلب عدم المغاربه اي كان السبب رغم انه الجزائر الاثنين يخلق المشكل كله ولكن الانتهازيه انت تيفوت بزاف المواقف في المغرب. لا نميد اللي استغلوني القضيه الصحراء الاهداف الشخصيه رانا تحقيق المنافع ماديه ايغويانسن. لا نميد كانتين بالامس القريب يضقام ورطفن والو غصدقان من اغنى الاغنياء. السن كنين قايت مازيرت كريقاتيني السنوايا الور ميدنا دتني هدو ربي يخصها دور الطريق الصواب يخصها السن يزد القضيه الوطنيه الاولى تقات القضيه الصحراء ورقيسي لي المجال التلاعب ورقيسي لي الامكانيه المزايده ورقيسي لي الامكانيه نكرواد يحقق مصلحة ذاتية أمام المصلحة العليا للوطن. الوطن نعم يعني أيدي ديك صاحب الجالية صريح شيئا يسيو صاحب الجالية خويا تخص التنمية الأقاليم الجنوبية يعني هنا مس التنمية قلت مناضينا إلى زمة الدوغردات النموذج الجهوية المتقدمة نخفينا صاحب الجالة مس سكواس ديتاني دادي سكواس أن قدنا تموشين شيئا للراي عندو غروبورتاج هذا يسوال خف أسيمين غد التنمية الأقاليم الجنوبية هذا نعيد درس كان كمل أمر روال خفولتي انقضت زيمي ديرور المغرب الاقاليم اثنيجا تفاسيت ثم زارت النخ ثغوج اثنيجيا دستمدين النص برا النص توين ديكس المشاريع يكسواتن يوسيمي دو سمسيد ميدا السثور تدرتي مزدغه ارتغيم المرصا اثنيجيا دخ توين المشاريع سرقوا ما يكسوات وريلين يشيان المرصا ثم زارت النخ مشورينيا وتميزر افريقيا المرصا يدي التاجر فضر يكسوات يوسي خدم ديكس ارسنفع عن زيكس ارسنفع عن زيكس وتمازرته مشان ميرمي يدي لو يدا إذ مجمع ديغوجو يادا إذ ميدي بجان غيفسا مني جينا وقفنا لقينا قلت لك لقينا أن كل شيء ضايع كل شيء بيردو لا البلدية ديال المرسى لا ديال أكادير لا ديال الدولة من ناحية التفية ومن ناحية كل شيء دونك وهذا الشيء حنا عطيناه الوزير الصيد البحري عز خنوش عطيناه بالدلائل وبصور وبرسائل ومعززة بجميع التبريرات ما كان الا انه يقبل هذا القرار ويسني قرار بالغاء سمك العبور. الحمد لله حد الساعه منين مرق هذا القرار وعاد الحوت كيتحط في لاهال ديال المرسى منين عاد كيتحط حتى الباطوات والبحريه عادوا كيستفادوا. المرسى متخصص 280 مليون درهم تفيات دور خدمه المرسى سرقان ودنيا تخدمني تمديد العيون ذي تجينا وتذين الدخله مشان ما كيتنيكا اريتويا والسن في سلمان. حنا منين جينا ودرسنا هذه النقطة ديال سمك العبور جينا لقينا أنه لا البلدية ديال المرسى ما تستافد لا الدولة ما كتستافد لا حتى البلدية ديال أكادير اللي كيقولوا أنهم هما راه كيستفادوا اللي كيستفادوا ما كيستفادوا علاش؟ لأنهم ملي كيمشي في سمك العبور من هون هذو اللوبيات ديال 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 الحوت باغ إكزومبل كيمشي الكاميون فيها 8 طن 9 طن ونورمالمون خاصو يمشي طاكسا في لاهال دو بواسون ديال اكادير هاي 8 ولا 9 طون اللي مشات مرقت من المرسى ملي كتجي كتشوف كتلقاها 4 طون 3 طون ديك 6 طون 7 طون ملي مشات ملي قاست الله تعالى اعلم. ما خي داكشي اللي تنتكا ثمدين العيون ذات الحاجه ثني جاي تحموش حاج سواس اريد تسميض قيض اي ذي تجانا مثا ويتفغ القيض اذا تسميض الحاج قيض يتمدينيني واجا نغلب حرص وما ثيم تمدين في العيون ذو يدي الدري مزداغ الاقاليم الصحراء ذو ذم خفتلا الثمديث ورتيد يجي غاص الرئيسي توثن دج ميزانية اسيتوس خصانا تعاقد في هذه العشر سنوات ديال العمل الميداني ديال الوكالة حول 18 مليار ديال الدرهم ديال الموارد اللي تعبئات
بالنسبة لجهة الثلاث رقم ضخم، وربما الرقم اللي ما كيعطيش البعد الحقيقي، لأن حقيقة هناك منشآت كبرى اللي تحققت، هناك تأهيل عمراني في المدن كلها اللي غير تماما الوجه ديال المدن، لا قليميم لا العيون لا 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 الدخله ولا السماره ولا اسه. ما بقى ما يمكنش اليوم نقولوا بان هاد المدن هادو راهما في الحجم اللي كانوا فيه هذه 10 سنوات. اللي كيبان لي اللي هو مهم هو ان هاد العشر سنوات كانت باش تبرز واحد النظره جديده الى المساله المويه. بالطبع المساله المويه كاين امور تقنيه كتصعب كتنجز وكسات فعل طبعا، ولكن كتعرف بان التفعيل ديال هذه المنشآت كيطلب ربما واحد رصيد جديد. تنيجان والذهب الكويره، تنيجان العيون بوجدور الساقيه الحمراء، تنيجان نقول ميم السمراء، سوري تثما ذيك سند في المشاريع والسيميد والسمسيد وعدوج النبردان ذو عدوج او ذي تنيجان ثمدينين مشان ما ذي خصين اذي توي ويار غرداث. المساله المويه يمكن لهاش راه مساله شامله وكتهم الجميع وكيخص واحد الانخراط قوي، واحد الانخراط نضالي باش يمكننا نحققوا نتائج اللي عندها معنى على المستوى ديال التشغيل اللي هو الرهان الاساسي ديال السنوات المقبله. اريد قيمه مزدوغ ذيك الحساب والجوجي توصيوض القوام أيس بالدين إن بدأ ذنخ في ثواري وين السنة إنه يوجد ثيوض الميزانية السيميد والسمسي أو تعرما إلى المشاريع إنه يرزون أو إنه يرزون أو توثمين إلى المشاريع إنه داخد من إيان أي نمي السننث إيا أي ناخد منث شجعانث تفايد عوجانث خفيخ فاونا سن أسين خفاونا سن إيتو درتن سن أنكوياسا. لنستمر شيئا يعني ثمتنا القناة العيون غادي سجدنا الروبورتاج لسنتين يوزن سنة يوز أخثار أدي سنت عيد غايت ما أدي سما هذا الدكتور سعد الدين العثماني صاحب الجلالة محمد وزديس قال خطاب نسي نمس الأقاليم الجنوبية قوس قوسو 975 أوري الأقاليم الجنوبية والساد يعني ليا المجهود أن يتوقين قد مرضينا، ولكن مقاريات يسولة توق المجهود يظن أخف تنمية الأقاليم الجنوبية. ريكليسينا قمتنا الباز المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسكري أدليا التقرير يساول في مانيك أستزري التنمية الأقاليم الجنوبية من 75 أرغصت ديسي سيلاند باهرة الأغلاط الاختلالات ما دقال الأغلاط الاختلالات متنيقان قيس مزوارو ورقيس إلا التوازن حتى التنمية توازن التيغان غالي في ساول وقليد يسقيس اللان ينمناو باهرة ينمناو مدن اللي استفدنين حتى الميانان، ولكن الأغلبية مدن وفقان للان الصحراء ونتين ورستفدن يعني استفزي اقتصاد الريع ايه اقتصاد الريع نون التيغان اقتصاد الريع إذن غدا كان الغلط اللي زوار اللي في ساول وقليد، ولكن ساول فليس حتى التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا ورد لي تلا هي طريقه الاقتصاد التنميه اللي غتلا المبادره الا قيس درس دح على قد اقتصاد الريع اشكو بنادم يحرزك الشمل الفلوس بلا يخدم ورسول تيري اللي خدمت ورد لا خدمت ورد لا التنميه ورد لا الانتاج وري يمكنت اي الاقتصاد يحرك الاقتصاد غير الا التنميه ورد لا الانتاج بدنا ورد تخدم غيرنا في الاقاليم الجنوبيه القطاع الخاص يضعف باهرة الدولة باهرة تشغل اقتصاد الريع الثاني كان الأساس يخص النموذج التنمية كله الأقاليم الجنوبية أي بدل ماشي غير الأقاليم إلا الأقاليم أضنين لا الجهات أضنين الجهات أضنين حتى ما زرت لي غير لا، ولكن غير كنا نزول في الصحراء ما يخصنا غير يخص أي لي هي الطريقة التدبير الاقتصاد الصحراء اللي كان شفاف تيلقيس النزاهه داك يسوريلين اللوبيات اقتصاد الريع هادي ماشي ادوريلين كرا اليسفايد كرا وراك وريكش مغدوره الاقتصاديه وراتين لك والو على الاقتصادان يخصا قيستيلي المساواه قال للمواطنين كلو يخصا يبدل النموذج. وانا كان غلاد المقترح اللي ديو قليد اللي سنا المقترح اللي فصل هاد اللي التقرير
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان الجهويات غير هذه المتقدمه اللي دوش كانت تنتت هاتي تقاني تنسج مني القضيه هذه يعني كاين اختن الجهويه المتقدمه تلقى سياسيه بالاساس ركيسي ليا المجلس ركيسي ليا الدستور ركيسي ليا القانون التنظيمي اللي راه تنتخب اللي راه مجلس الجهه غير اللي راه يقوو راه دار سيلين تنس الصلاحيات باش يخدم الطرفان اضنين الاقتصادي وانا قال النموذج الجديد للتنميه على الاقاليم الجنوبيه وكان النموذج الجديد غير لا السياسي ولا الاقتصادي مي كان الاهم اسم التيكان قالت اولا افغان الصحراء بنادم من الصحراء انت درست لي القدره باش انت يسير شؤون السقايين ورسلت لي المركزيات احنا راه نبنوا السبيطار غير حكران المدينه خصها غير الرباط من الرباط نسكر المخطط للسبيطار او خصها غير اي تمازير نتينا رايسن متني خصان من السبيطارات تخصانين من المدارس تخصانين من ماني كاسد الاداره ماني كاسد تخدم ما قال الاولويات نسن ويمكن ادي شكرا لنيا جوجل اللي نغربات ولا حكر ما نضنين على سن تخطات الاولويات نسنوه اثنين راه يسن يعني كسن ما يحتاجن ما تحتاجن وغدا غير التحولات اللي ريلي غير قلنا فينا وقلي ذاتي 2015 ركزتي لي الملف اللي كله باريس هما متيكان الجهويه المتقدمه غير يخص كل شيء يستعد باش تنجح الجهويه المتقدمه يعني الحكومه خصها تصدر في القوانين التنظيميه تصدر في هذه الزمن السلسله الجهويه لان هي المصير خاصه قدعوت نموت واش المزير تنغ استاذ الباز صاحب الجاليسي وليد خفاء وولنا تنين البوليزاريو ولا ميدن يعني عدوان المغرب لتين مسال المغرب يسفيز الموارد نيلان الاقاليم الجنوبيه يعني التاسيس الاقاليم نسيت فاسيت اريتوغ الاقاليم يضن الوقت قلنا صاحب الجاله مسكو بريد السياسه انتظامون هات الاقاليم من سياسه المطاري ايديا كان يوشا كل المثل اللي سدرهم يان درهم زق الاقاليم الجنوبيه سبع دراهم غير زق سكوين ياض فعلا التقرير هو قال نموذج التنموي ذي 16 ارقام ذي 16 تحليلات يعني دراسات يعني المعايير نقطه نقطه زي كاع ديال الاقتصاد ميت عن الثروة فعلا كورثة موث خاص الثروة نس المساحة الأقاليم من المنطقة الجنوبية تشكل 59% المساحة المغرب وخاص السكان يلا 3% وسكان منطقة مارة قين ذي المناطق الحضارية غاس نجنمي ذي الأمية المنطقة من الجنوب المغرب النسبة الأمية ثيس فهو يطاس تقريبا يني غرين 70% ولكن المناطق النظنية المغرب 62% إذن يوذن واعيين يوذن فقن تهتمان سرخبة تهتمان المعلومات إذن ذي نيجي النوع الحركية ولكن في نفس الوقت ذي نيجي بلع من عنا بلعوة تركيبا السكان تقبر ثقبيتش يعني تقبيلين الى الهرم نقبيلين لان الى ايه وهذا المشكل بالنسبه للاندماج ديال الاقتصاد بالنسبه للانتاج بالنسبه للتنميه اذا ثم واثم قرنت ثم ذي جذي من مثك بديس ورضها لان ثم تحتاج الى الطاس ولكن مع ذلك المغرب الامكانيه يخشى الاولويه يخشى راهي وذان وراء المنطقه البنيات ذي نجان ذي بني ذي بريذان ذي المواني ذي ظهر أنا قلت شنو جيت موات يمكن راح يجن غلط نجيت نشين كمغربي المرة خمين تصور نتسوق يعني الصحراء ونسبيين شال الفرق هو ذي جان قبري 75 ذي بعد 75 ذي مين يجن ذي المنطقة نسود ذي مين يجن شنج وانا ويشان اثنسوق سجن طرق تقنية جديد مثلا اخر لي سيدي اخيري الصور اخيري مغاربه يجن دي بارا مثلا ديال الجاليه ديال المغرب ثاني خف مرارا قال اش ودي كش بماق المعلومات ويجن تقصير نقيت نشيل نعم. يعني الدعايه حقيقيه ماشي الدعايه لا نعم. المعقول باش انيني الحقائق هاتي اللي ديال يعني التراجع نغدي لا يعني نقص سيدك سوري الاعلام المغرب وين تخص القضيه الوطنيه لان هذا الاعلام ماشي لسنا انت المسؤوليه ولكن هات الفقر المعلومات هات
ورديتي لي المعلومات وهذه بالترويج المعلومات ورديتي لي الترويج صيغه الاعلام هذه سيسين لعقاش مشنا على راس الاعلام الجزائر والسند في الخطاب من صاحب الجامع هي الهجوم خاطر المفروض ماشي غير قال الهجوم المفروض ما يمين قال الهجوم اخذ المغرب يخدم يكشى اذا الرقم ينوج جديد الخطاب النس يجن درهم 7 درهم خصها تنوين من يجا الصور بروجيكسيون الكتيبات الالوان المعلومات المعطيات ما نويوها نخدمش مليح يعني النظام المعلومات لا الالكتروني ولا الورقي ولا ناقص بزاف هذه المساليه اذا انتش الفرص انتش الفرص يحد النظريه لان المساله الحقوقيه نهار يطرح المساله الحقوق ديال المناطق الجنوب تقوى على المساله الاقتصاديه على الحرب الاقتصاديه حتى يوذن يكون الثروات الدينيه إظهار من هنا العائلة إظهار نعم اسمهم معروفين نعم دي الذين يسرمان نعم. الذين يسرمان ديني جديد ديني نعم ما... إلا الاحتكار يتسمي ولكن ما يدرس من يجي المشكل كل المشكل هو يوقع نعم. بالاستثمار نعم الاستثمار إلا لم ينتج الدولة انهار خصها يعني الاقتصاد النظني من عندنا الاقتصاد اقتصاد جهوي فعلا ولكن أدير إدماجي باش الشباب هذا فن فرص زي خدمن ذي الأوراش لا. لان الاوراش البنيات الاساسيه خدمت تكمرت واش تيني تيشن خدمت تيشنت المشاريع لا. المشاريع ديني الدوله من بصفه مباشره راس الخزينه ديني الوكاله رخصوك يجد المرسوم من رئيس الحكومه اتهو غالي عيون فعلا باش تدي مؤسسه جهويه ولكن بالنسبه للاستثمار الخاص من غير الدخله نعم الدخله ديال المنطقه غاسي يجي المستقبل ضام قران نعم. بالنسبه للسياحه والاستيطاد نعم. البحري اتصل نعم. الامكانيات يغير هذيك هي الاستثمار خاطر ولكن نعم. الاستثمار هو خص كيسوانت الاستثمارات النظيف ديال المجال ديال التنميه البشريه نعم وبالخصوص الادماج الثقافه السوسيو الثقافه الحسانيه الى الان مثلا دور غير تنقيطات الثقافه على قاش اذا غاسيا ودور السوات التنميه البشريه استاذ صبري والحو يعني قوم صوت كي تسيغ كات السنه تمدين الداخله كاتني حاضر كيات ندواس توك حقوق الانسان ديالنا يعني تسيورد استاذ صبري والحو يعني خفيا ينتحول ديال موتين الى تمدين الداخله بان يا تمدين يحلى شيان تستاهل ديك توك المشاريع تمريت نغد السياحه يعني ما كيتعلو الاقاليم من سي تفاسيث ازيل نواساد استاذ صبري والحو لا غير خصنا نتفق انني وري اللي ما يديت نكارنا انه نبنى تيميزار نخت تيمديني الصحراء نبنى العمارات نعم. نبنى المطارات نبنى المواني نبي بردان وري اللي ما يدوري التنين وري اللي ويا ولاني المشكل نغور نغيلان هو ولو نمدن ديننا ايرين نفدت هنا مغربيين لان الجنون نسن غد ايرين نسن ديني مغربيين من كوني وريد سي لما داك التنين ونبني تيمدينين لان يتسن تمدينين احلان توجديدين تماين وتيني ديان التنين انه تيري وين الضغ يعني يدري من غدي قريط من واكدسو دانس ميزارنا ولكني يمشي لنا مني ماني ما يدير هذا غيسينا ان نسكر ماني ما يدير هذا غيعترف نسو ان نسكر لان تيدغ اي ديال المشكل لانه لا نغور نغمدن دند نغينيني سي 75 نغدونا لا نيتخامين نغدونا غادي دغي لا نقل فيلا العمارات لا نيد الكليماتيزور لا نيد البارابول لا كل شيء ما يدوك ديال الحياه ندي دغي توجديد تماينو تسلا انترنت كل شيء ولاني تلا ربما نكوني يمشي لنا نحري الملف الصحراء ارنسكسي وخص سي يتسنمدني دروسن يتسنمي دروسن على سنين تي كيمشي دغا مننا الاستاذ الاقتصاد نريع تستي كي تسد دغيات الكارطا ينا كاسكاري خسنات ينا كنوفري خرات ورستي تشيتي فخت برا يرا داكيني ورقيغا مغربي المشكل الا هو اولا ونمد ندغ ما غالي الا ديك سنيت سنات دروسن فعلا الا ديك سنيت سنيت دروسن التنين هل المغرب داك التنين هل المغرب دا نتاكر دا يتاكر ان يان المعادن نغ نغد الفلاحه نغ نغد سلمان نغ ارتني تاكر ارتني زنزه متى مرنهي العمليه الحسابيه الا هي الاستاذ
دوينا نهولان تميزار الصحراء انني هتورداي تسيود المغرب وضو امناص نوينا اتيكي ولا اني الا غنغاو ديال المشكل لان ندا الاتفاقيات الدوليه نايتيلين غير المغرب التميزاريه اثنين دا دا تقبلت سن الشروط نغديت سن التعقيدين خصها تورد نتين قبل يجديد دا مثلا الاتحاد الاوروبي الاتفاقيه الصيد البحري نغد الزراعه اراكي التيني او دي هذيك جدد نغدا ديتش بدل الاتفاقيه ولا اني خصها دي تاوي تسكا ما سد ادري من ينادي داني الصحراء زادتني تنفق ديك الصحراء مقارد انه دانتيني ان القانون الدولي مثلا انه الامم المتحده سي القرار نغد الراي الاستشاري نهان سكورل انك وديت له كل ودي المشكل مقارك مردانتيني ان المغرب مثلا هاتوري التمازير مردانتيني واني المغرب التمازير تنسى هي مردانتيني ذاك التيني ودي مجدات نفاقتا ان الا اي نادي تو سيتي التمازير تاتوري لا ودي المشكل اذا مردانتيني نكوني ما غالي الا ولا ونمدن ما اذا غيجران نكوني ما اذا غيجران لان خصها دور دي دغيا نتناقش خصها تكون التيني ما يدير لان ما غالي الا ولا ونمدن مدن ورا غيرين الدماغ اللي دا تقبلت الشروط خصها دور تقبل لان دا تقبليات الحاج تسكر نتيني ما غالي يا غنات الدول نغد ما غالي يا خدنا تمازيرت فلانيه ووال ما غاتنقبل نكوني سيتي زويري مشوري هي دوري صحي يعني نغدور غير نغسحي ما غاتنقبل نبني الاقتصاد نغد تمساك الاقاليم نسيتها فاسيت يزدي ايد سوين النوايا انا الا نغرمي دنا يخصديين ميدنا يران ستيتا ديالية التنميه الاقاليم الجنوبيه وريد ميدنا يران غاسد وضن غير المصالح نسني هني دويا ديال جان يعني تسفايديش تنطبق انا يدرسن زق الموارد نغد زق الميزانيه نيت خصوصا المنطقات ونوض غير التنميه نيت نيتبر نغد نراد غير الاقاليم نسيت فاسيت هادو الاستاذ صبري نغد الاستاذ محمد لطيب يعني متى الدور غايلين غير التنميه قويت خصوصا الدعوت الصحراء المغربيه يعني قويني خصوصا يعني الراي المدن للمناطقات ومرد من حال تمام المهم هي العدد الفلوس تخسر الصحراء ولكن الفلوس اللي كله خسرني نحس الصحراء بعد هي القضيه باش افلاس نتفق تكتين تلقى الصحراء حسان اللي حتى حضر اسبانيا اللي حتى استعمر اسبانيا غير ترسل تلقى الصحراء اشكو يخصها حتى المغاربه كسرنا الصدرين هي العدد اريد تفضل يفتو اسبانيا يفتو امريكا يفتو تركيا الور الا ما يتوزران الا ما يتسكر اما الصحراء يعني لا المشاريع خاطر لا المشاريع خاطر لا كل شيء يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تخدم يعني بالاقاليم الجنوبيه يعني لا عندها ما كتواكين غير الصحراء تقال جند الا الفرق نقروا اللي تي دي كان دول اللي تي زران دول اللي يحسون غير ما قال المشكل نس غير اللي سينا وقليد لا نميد اللي تنهمان غير ما تشكشوا مثل الجيوب نسن وركني همي المشاريع اللي راه تسكرنا اللي نفعوا القضية الصحراء وبالتالي حتى المسؤولين اللي يشرفني في الشأن العام وركن بزاف الأهمية بزاف الأمور وقعت أشكون الجزائر غير أنت توري يحتاج يقصد يخص حتى مكنين استورناج ريم في حيال المثال بالنسبة للحدود الشرقية علاش اسر سنور نطلب في الحدود الشرقيه تنراجع عند واحد الجزائر طومزيال العدد يكالي ونحل الحدود الشرقيه تطي ديال العدد ميدن امس الجزائر حائض العيد تلوحني دمس الحدود الا بنادم يقولني تسين تلكميات تلوحنتي دمس نغي الا السيد اسمه عبد الله لماني يلف يا الكتاب اسمه الرعب يحدد قيس المقابر الجماعيه حتين دوف يحدد المسؤولين اللي غانين المغاربه يسول في المعاناه علما بانه تن وين تن ما سنتطحت وكرن يسكري الكتاب اسمه الرعب يشرف الناس الحزب المغربي الليبرالي نسكري هذا الشيء كاس اسم الحزب المحكمه الجنائيه الدوليه ضد الحكام الجزائر ضد الحكام البوليزاريو ما يسمى الحكام البوليزاريو نسخان الشيكان كلا داري نسخان صغي نفس الشيكاي وزاره الخارجيه
نكني الامكانيات نحضروا سنتح الحزب، ولكن وزاره الخارجيه درس الامكانيات هائله يخص تسكر التتبع علمي الفتاد. ولهذا القضيه الصحراء نكنين الرقيسي فرض نحد نكنين الرستي فوكو اقليدي يسبين السقف المطالب المسائل اللي سوري ممكن تفلس انت ناوي دت نقبل. بالنسبه لحقوق الانسان بالنسبه للامور الدوليه يخصها المسؤولين دي خصها واخا نساول في الجهويه المتقدمه وكذا وري كفو ان الجهويه المتقدمه هاتي راه تفك المشكله عند الصحراء يحور نقي الرجل المناسب في المكان المناسب دمدني درت لها الغيره الوطنيه الروح الوطنيه تهمونت نتمازيرت تهمونتني يتمتسن لينين حتى منسن هاتي ورانا الزيك زوالوس لقدام. نعم اشكو واخا دارك الفلوس واخا تستثمرت قليد يري الزيك لقدام ولكن اللي خصها ميد الناس دورني الدرس نتي لينا في السرعه اللي ساي الزيكيز. نعم الفلوس اللي تدوني الصحراء. نعم الملايره دغوالي ولكن تي خصها المسائل كريكات الحاجه تخسر البلاصه اللي نعم. متوقفه. نعم نعم استاذ الدكتور سعدي العثماني نسني يعني تنميه الاقاليم الجنوبيه الا ديك السيال المجهود صاحب الجلاله انما سيدوري في الذاتي ليا التنميه غير ذاتها يسيو صاحب الجلاله خويا اللي تخص الجهويه المتقدمه يعني الا ينعثر زقتني لان الباطنه ديال الحكومه خويا اللي تخص الجهويه المتقدمه يسنغي نوض غير المشروعات غير ساسكواز ديدان 2015 ام وين يسحد صاحب الجلالة. اللي راه هذه ناحيه الملاحظه هو الاكثريه نبدا من الصحراء هاتي غير كلي سنتي لاح الخطاب اثنين قال اولا راه انت ما زرت راه الصحراء الاقتصاد الريع غير يعني المجموعه يدرسن يدرسن نعم. باه راه يدرسن نعم. ولكن المجموعه يدرسن يعني يعني غير لا يعني يعوج هذه استخسر كل شيء يكون هذا التيني هو الشيء التين غير فلوسني في ياس نمان يعني فلذلك خصها ادور نسعمم الخير هذا ادور نسعمم الجهويه المتقدمه غيلاد انت درح الانتخابات 2015 اما شهر 6 ولا شهر 7 لابد الدفاع القانون غيلا قانون الدفاع قبل ايزيرو سكواسات يعني غير ديال شهر شهرين ثلاث شهور كرة الدفاع القانون الانتخابات تنتهي كان يعني البدايه نعم. شكون يمكن تبدو جهه متقدمه كيبدات الانتخابات كي نسكر الانتخابات الجديد للجهات الانتخابات غير دار يفك البدايه الجهويه المتقدمه لذلك انت لابد تيلي 2015 على ما يبدو ان شاء الله راك قستي لي وليت انت اهم ورش اللي لنا 2015 خصها كل شيء دازت فيك الاهميه حتى تناقش القوانين الاهميه حل الاستعداد حتى تستعد الجهويه المتقدمه يخصها مدن كل التمازير تدرس فين الاهميه الورشاد في تونس سجلنا اللوائح الانتخابيه بدا سجلنا اللوائح الانتخابيه فكاين الاهميه نعم فكاين الاهميه غير اللي رايش فكاين الاهميه باش الصوت نفغوا اللي يصلح باش يسير الشؤون الجهه لا الصحراء ولا تيس كوتينا دين كلوتن فكاين الاهميه هو التصويت باش تصوتن باش هذه العدد اللي كوتنا اللي راه يشارك الانتخابات كله غير المراحل كلها كله كانت مهمه غير المواطن ثاني خصها يسنجح نعم يسنجح الورشاد نعم. ماشي الدوله وحدات ولا الحكومه ايد الاحزاب دكتور سعدي العثماني خصني نات السجين النخب نيغينا الدنا غير ذات اساس المشروع هذا خطر نيا نسنجح المشروع الجهويه يسول الدكتور الاستاذ البازي دغيخ في يعني الاستثمار الثقافه الحسانيه نغد نتوسنا تاع حسانيت اقول تخص التنميه انتو غير الروبورتاج نعيد في راسنا نسول انسول يعني خو دونا الى غير توسنا ذو استخدم الناس اقول نزيد السيمين درت اني مصداق الدور الروبورتاج ذات محمد جاري الروبورتاج كي نخت معوان القناه العيون زميد اللي انا مزداغ الصحراء يدي لو خام ورجينا بضينا كيتس
مغارز دغنيت مديني ذي غرمان إقيم خمس وبدية متارت أن وبدت السنة الصحراء اختار السوس خصان أضغار غيمي أن توتمي دويري زرد وين نبجيون كيوكي ثنجانس سرعات دو جاني مزهورة ذي غيمي إمزدغ الصحراء جمعت ورجيني بضي أذ الشعر الحساني أرسكتويان أميذ الناني مزهوران سن زقوار إثلال معنا ذي الفايتة مغاردة ذي تسشا وخا أوري تياريو مشان مخصول ذا تلمان يعني تراثنا يجسد في معاملاتنا يجسد في أسماءنا يجسد في معيننا في تقاليدنا في أدبياتنا في أخلاقياتنا هذا تقاليدنا. أخيرا الدولة حاولت على أن تعدل المركز لدراسة الحسانية وعلى أنها تحيي شينا التراث، ولكن للأسف جسدته في تزايا قديمة يابسة ومهراز من العود من دقدق وشكوى متكوخة يابسة ورحى بلا أشضاض هذا كأنه حد يقول لك عن احتمالك موجود. رأيك هذو المشرفين على 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 الشان الثقافي والشان اللي هو يسمى الموروث الثقافي ربما يجيب لك متحف معلقين فيه اشياء تافهه. واحنا عندنا الصناعه التقليديه غنيه يقدوا لا الصناعه يعدلوا لكن احنا عدلوا سابقا يعدلوه جديد الى عتزايا قديمه يعدلوا واحد جديد ويعصرنوه ويخدموه ويشجعوه. صناعة أوشيد تييرم أن تغطن دويني الغمان دووستن إذ ميديان وينثو السنة الصحراء نهنية ميغاتوين المتاحف. الشبكة ديال المتاحف اللي غنبداو اليوم المتحف ديال التراث الصحراوي في الداخلة اللي غيواكب التنمية السياحية وفي نفس الوقت غيواكب واحد النوع جديد ديال التنمية الثقافية ديال المدينة الداخلة. وكنتمناو على أن الأجزاء الأخرى ديال هذه الشبكة هذه المتحف ديال التصوف اللي هو مبرمج في إقليم السمارة في نفس الوقت واحد المتحف خاص بالمنطقة ديال الواحات اللي هو مبرمج في إقليم قليميم بأن هادو غيبرزوا غيشوفوا النور في السنوات المقبلة. اللي هو تغيير في العمق هو المنظور إلى المسألة التنموية، المنظور جديد اللي هو كيعتمد على العنصر البشري، كيعتمد على الرصيد الثقافي. ماشي غير مهندسين اللي كيتحكموا في الوكالة، كاين أطر من نوع آخر اللي ربما عندهم تكوين ثقافي جايين من اللسانيات، جايين من واحد العالم آخر اللي ماشي هو العالم ديال الأرقام. ارتغيمة السنة الأقاليم 2.8 زرت نخت نيس ظهيرة نمزياني مزداغ النس ديكسا زوينيا ذات حدا جانت وثمي دي ريزن يتمرسد رعنايتا تني مزدين دو السنوي زيف شكا المعدن دويني ذقيد والفضة ذي العاج نخد مني صنايعين راسنا كن أدوريش سواتا ارتفوخو الرئيسة امشيني يا وتيض الصينيث والنور ذي بطون الجماعة نسنا راسا كن الدورة خثار إيوجغم إيه مجان تعلات إيه اللي سوى بدأ يجيتسن. يعني نبدو قوال نقرأ الأستاذ الباز يعني تسيور الأستاذ يعني أمو نتفرق روبورتاج تسنى تحساني تتيادة تسنى ني مقور شيان إلا ديك سيادة مكتوغان كتفت تسنى غير سيليا ودور كتنمية نغدى السيميق الأقاليم الجنوبية الثقافة يعني تعلق الثقافة هو رأس مال لأن رأس المال إما ديري مادية نخ وليش مادية الثقافة دي نوع عن رأس المال لأن غاس ليس ذاكرة ليس عقر نيجي المنطقة ذي وذن المنطقة تشا الشخصية ابن ادم تشا التوازن النس يتحسها انت بأنها تعيش تجن بيئة منسجمة كيس إذا ما نوي يتعاون على الإنتاج ثم يتشج نوعيا الإنتاج. يعني الثقافة الزيسية تعبى بنادم كل شيء المسائل من الصناعة الفن الحضارة ذي الأدب إذن ضروري سنفش القيمة النس ولكن يخصت أتذف عنصر أتذف ذي جموته محرك ذي التنمية لا الاقتصادية ولا الاجتماعية خلني أتفيد الجهة غاسي جنار الروح لان ما يمي المغرب ما يمي نستورق الجهويه المتقدمه نخل الجهويه اصلا لان المغرب ذا يستنوع هذه الطبيعه البيئه الصحراء ماشي البيئه الجبل ومن الملك يسد الخطاب نسي السور خاب عن العناصر
أجبرية عريفية أسوسية أصحراوية، وهذا الرمز من مكونات الأصل المغرب يعني نقي اسم العنصر ذي سنقاوة العنصر هو ذا الرمز إثم وثوى أخمي غاخ أبعان إثن إبيلان يبتخسن يعني المغرب من ناحية الحضارية من ناحية الثقافة من حيث التاريخ من حيث التصن المسائل. إذن إلى الآن من وقع عندي الاستثمار ذي الجنوب الاستثمار الدولة يرح مباشرة غامين جي حدا جني وذن ذي مرحلة يعذان لأن جي حدا جني بنيات إبريذان مسائل مرة ولكن خطي خصنا هذا غير جن مرحلة النظنية ميت على مرحلة النظنية وهو أن الإنسان بنذم من المنطقة أنت غير المبادرة أنت غير يجي المشروع يعني الحامل أنت غير عبان خيخ في النس ذي الجهة ولكن يخصيث الدعم يخصيث الشروط باش هذه حس بان انت اقدي مواطن النص منسجم ايكل جهه النظريه ولكن انا عقب غا منين الجديد ديال الخطاب النص وهو الغيره جا الجهات ماشي معناه انه واش غادي الجهين تنتمي خارج المنطقه هذه ريخ مثلا ضد ديال المنطقه النظريه يعني خذ هذا فكاخ بان غادي يريج هذا بعض ماشي هذا انا بضوء ديال الجهات اللي قال بضوء واش خاص نحافظ هو الدور الجهويه زي سناني غازة مرة أنا معاون سويني ذي المشروع عيد غيسن ذي سنين الصندق إيمانوية باش الجهة مثلا غاية جا يزا أتعاون سنين ذي ريج النوع وينو ميوز التوازن الصناديق التنمية الجهوية التوازن الجهوي إذن خمين سور خل عنصر من الثقافة ذوني تميزن الجهة خل الجهة ذوني تشن طبع بان مثلا المنطقه الشرقيه المنطقه مثلا الغربيه ماشي غاسي جان الوسط كذا الملامح النس الفيزياء يعني الفيزيونوميه النس ذا المظاهر النس ما مش احتياض ما مش تصور ما مش كذا وني خصها نمشي ماشي تنطف بان قولني ماشي مليح لا بالعكس وني النش وين دوا ما راهي نتكون يعني المغرب المغرب نعم المغرب المتنوع المغرب الجهات اذا المعادله تاثينا خصها تنخدم سج نوع الوعي نعم ذا الوعي تلاديس الاعلام ضروري لان الترويج ضروري ديال الترويج وتغير وجن خصها اعلام جهوي نعم الاذاعات التلفزيون التجربه التلفزيون ذي العيون 10 سنين زقومي 2004 يبدا نعم تجربه تنجح مهمة جدا ثاني ذي جن وسيلة بأن المغرب ذي الجهة الجنوب يجي جن القناة تعبر يخسن وعنانية أنا عمق مرة منوية وذيري مرة ذي المغرب والثقافة لنا خاصة نمشي جن قيمة نعم الثقافة لأن ذي جن ثروة نعم الثقافة أنت تلي تقول لي تخص أمور نمدنا حقوق الإنسان سي الحو يعني أدين سي والختوسنا نسي سي نستوسنا تمكيت يشت نمرات داسنا كايدي جمهورنا داس يحطوا الدستور راس يحطوا المواثيق الدولية أولا ما ستيسين إسامو مش سنغ إسامو هو مش لا الدولة نغدوينا يتين سنيس اللي نعم سنيس اللي سيغفينو سواوالينو ستمازيرتينو ستقاليدينو سكول اذا مش سن مش تعترف مثلا درتيني الدولة ان فلان هاتي لا مثلا درتيني مثلا شمين نغد نكين نغد نتا مثلا نتا هي وتمازيرت فلان هي اريفي نعم درتيني اريفي يات يا نور الراين غد يا نسوتي امزان اي نسو نسوتي يا خاطر يا وين المغرب اذا المغرب اسوتي نختا ستور تا خاطرت يخصا تعترف ست مزان الثقافه دوال سين غزد تيني مثلا الدستور نغد انهيل نختي عقيدين تميز توجدين الدغ دتيني مثلا نعترف نتشيان الحوايج نتقيفا ستيسين مدن يسامون مثلا دتين دويا ديت انتين الخطورات الحساني يعني هي التراث اللي مقر كما قلت مغربي السيما يدي دا اللي تي ديوي التيورو الدستور يعني هاد لا غورسيان والدور اخاتر ديال القيمه اخاتر يعني الثقافه الحسانيه هاتا مغربيت ايتيا اذا دتيني هاتامون أرسني تيني هاتاموم أفلا دي سينا ونيتني يسامون إسيان إمغربين يعني نخف دتيني أن الثقافة هاتيات القمطرت
يات نغديان واكوا افاد دي سن مدن اسيان اي تمازيرت لان تمازيرت داتيني هتامون. اذا الناس تيني اذا تيني مثلا الثقافه العسانيه نخت الشعر انت الحساني نغد الغم نغد يمشي الناس تقل الموسيقى نغد يمشي لنا او دلسان نلسات تدي دغيا ما كنت نلسى نلسات تدي الرباط لان تين مغربيين ايدي يعني اذا اللي نسن يسامون او نتني رادي سن اس يعني مغربيين ايرينا دمتنا ونتني خفت مازير اذا الثقافه ين 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 يمشي لنا ين الاستاذ وردتيت نتقوي ولكني دتيت نتزير ارديك سنتعيش. اذا الثقافه ضروريه لانه وري يمكن مثلا ندون كوني نفنية مازيرت نخدم ديكس نيني اتنجاي مازيرت نغ دائما دنتيني مقارنين لك تميزارية برا دنتيني هاتي المغربين نيا اتنجا ارقاص المغرب يتميزار نغ ينين لا لان امور نغ دمس نمو انه يرتبط انه نيا المغربين ان دنتيني ان خويا ونقول اللي نيرين انت مازيرت نس هاتو ريامو وريمو مقرد يعني انه يعني اخس ديري اديري ثما زرت نستيري ديك الروح المواطنه وين تنين إيه؟ اكس غاني سين مسات هي ستيت امغربي انستيت هاد نعيط غير سين دي دانك الخطاب من صاحب الجلاد الاستاذ لطيب يعني تليت الرساله نسيو الرسائل نيت موشين غير تميزار برا نسيو الخف الرسائل نيت موشين نيت غير المنظمه الامم المتحده نغد مجلس الامن الدولي تليت الرسائل نيت دان زيك غير غير جاج نمازير اين عدان غير الاحزاب السياسه دغل الحكومه نغد تنباط يعني تليت الرساله نماس هاتي خص كلشي ذكر هذه يفوس كفوس ورتيلي لا المعارضه ولا الاغلبيه ولا المزايدات السياسيه كواد تخص الدعوه الصحراء المغربيه. بالفعل قال لي تنصر ربي عزوت انك المغاربه غنيان لا الاحزاب نسن لا الحكومه لا المعارضه يخصك غنيان يخصك غنيان يخصك عبر ماس غنيان الدستور الفصل 39 39 40 رساله في التضامن يخصنا المغاربه الضامن القوان حتى ضامن صحيح انه اللي نتمنى والاعراق منا والاجناس على المغرب ولكن المسائل الدين يسمونا الدين يسمونا حوال يسمونا حوكال الميزان المغاربه غير اللي سينا الدكتور الاستاذ من نقطه السنتا مغربي الحقيقي يحتلي تحبرا لا درس خصوصيه المغاربه حبرا لو قلت لي تما قرت مغربي في فرنسا نحط اسبانيا نحط هولندا نحط امريكان ارتقصت راكي تينا مغربي ارتعاود ترتقصت فالدراكي ياك المنطقه نس بخلاف حتونس ولا الجزائر ولا حد الدول اللي ضنين الجزائري ارتقصت راكي تيني قح وهراني نحد لي حت لمسان نحد كذا اتونسي احتقست وراكينا تونسي راكينا اللي حمونا السير نحط حصفاق نحط حكرين يعني مغربي ديما تعز غير مازيرت الناس خصها تصدر مغربي استاذ لطيب يعني الاحزاب السياسيه دغي فير الخطاب نستنوان بير ميمي لازماتيين والاحزاب السياسيه خصها تتكر تقوم صد الواجب الدستور ينوه المكانات المرتبات دور الاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه المسؤوليه مقورن لا في العاتق نسن. نعم. علاش؟ اثنين اي تكون الحكومه وان دارت لها الاغلبيه، اثنين هي كانت تزكيه للمرشحين. نعم. اثنين اي سكرن التوجه العام للحكومه يحكي الشاركن، نعم. وبالتالي الاحزاب السياسيه دور نسن ايكا مهم في الحياه السياسيه. نعم. حتى الحياه المدنيه. على اعتبار انه الاحزاب السياسيه ردت تمزنت سكرنت الجمعيات سكرنت التوجهات العامه للدوله ارسبين لوجه ودمنت مازيرت وبالتالي
يخص المزايدات السياسيه الدعايات المسائل مزيانه التيلي مزيانه اللي التنافس، ولكن القضيه النموت واش مازالتنا خصها ديال الاجماع والحمد لله الا الاجماع القضيه الا الاجماع اشكو غير اللي ستينين اسد المقورن المكب مقورن جاتو قليد وكل شيء يدين للولاء لصاحب الجلاله. نعم دكتور سعد الدين العثماني بلا شك بلا القضيه الصحراء المغربيه ثداتا كميان وغارس يظن يانو بريد يظن في الخطاب نستا نوان بير يعني ما كيتو علو تيني المستقبل غادي مال ندعو في الصحراء يعني في الخطاب نصحي الجلاله التوجهات وري باين لا التوجه غير هذه باين نعم يبين تدلي ولكن الخطاب هذا اسبين تدبهره نعم يسيلي ما 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 لا يوقع غير هذا 2015 ما لا يوقع يسقسني دوش كانين ايش قبل هذا متيني ولكن غير الخطاب يرزم التفاوض المجال التفاوض هاتيت ولكن لن التوابيت الوطنيه الى انت الامور التي خص بلاد تمازير تريم يمكن تقبل اتنتين تزري غينا في الخطاب غير هذا كيس نقرا يا نسموس اوهو اوهو هي الثاني هناك اوهو باش نغير طبيعه النزاع هاتي النزاعات هي نزاع ولكن ويمكن المغرب يقبل ادي ترجع في السياده نس ولي التنينين هاتي قوى محتله ولا غير سلطه اداريه هاتي ولد اريد يقبل اوهو باش التغيير الشروط المعايير التفاوض المفاوضات الاخصاء هذا اللي غير الذي تقرر الامم المتحده مجلس الامن غير اللي فاد اللي نخدم حل المفاوضات الدماغ غامه غير كنا في المينورسو ويمكن المغرب يقبل المينورسو هذا سفين مثلا الصلاحيات باش تراقب حقوق الانسان ولا كرادنين تفاوض حتى تفاوض جوج قد تفاوض هي كانت مازيرت هي قالت السلطه هي درس التحكام حتى مازيرت وين دارت لها السلطه ورسولت كاع القوه ورسولت كاع الجهد لي ديوش كان باش يصلح اي زرس الا كان الحل النزاعات وهو باش القوى الدوليه ادمين سيات الجهد ادمين سي الجهد انا ضنين غوني حسكر نكره يخشن وراس التنين والو تما زيرتني كنا يحكي وقع غير يا يميك سنكرنا تغويت وهو باش الامم المتحده هادور تسكر المغرب زوديات الحركه الانفصاليه كون المغرب درس الالتزامات الدوليه كاع وضحوا الامم المتحده تقام تمازير درس المؤسسات نس تحترم المجموعه الاتفاقيات اللي توقع لاقي مجلس الامن لاقي الامم المتحده فما يمكنش ويمكن اداش كاين راح سكرنا راح تساوان ديال المنظمه وانفصاليه اختا لي كوستي كران اوهو باش هاد فين الشرعيه يغلي الا نحتي ندوف لحري الى القانون وكيس يظهر وري الى القانون الدولي وري الى الاحصاء وري الى الامم المتحده وري يمكن نتكشم باش تسمى كيس توقعان كيس انعدام القانون وري يمكن تمازير تتقبل خمسه سموس وهو يتد اي قال الصلب غنى النيني الصلب غير كليس تمازيرت استزرع أسرت فتو القضية ضد الصحراء ضوابط القضية الصحراء هاتي باين تغيلات خصها هاد الأحزاب السياسية اللي سنيت خصها يمكن هاد خدم ما كان الدورنس الأحزاب السياسية نعم الدورنس تزر الأحزاب السياسية أظنين حتى ميزان أنا أظنين أدي سنساوال فتون كين دارز غني ناس باش نغيد كين ساول نسرسن باش نستفهم القضية الصحراء استفهم ناس إزاتي اي تمازيرت كلوت المغاربه كلوت هاتي اثنين دارس القضيه الصحراء الاولويه وريم كان تفرط حل وحده الوطنيه الوحده الترابيه ثم الاحزاب السياسيه يمكن دا عسكرن دفتون كاين تيميزان انا اثنين كاين دار الجمعيات انا اثنين المجتمع المدني تيمسمونين نعم المجتمع المدني كل شيء خصا غدا غير الدور الاحزاب السياسيه الدبلوماسيه موازيه موينتيني نعم لا الاحزاب السياسيه اللي كيخدمني ولكن خص دا نزايد نزايد نخدمو كار نعم استاذ الباز يعني ميمي لازم غادي يتواكد غير نسن مس يعني الدعوثه نصحرات وكميان وبريد يظن ولكن ليت غير ما الدور وريد غاس الاحزاب السياسه الدماغ فرنسا ولكن لن تنينات يظن انا غد ويس يظن مي لازم هنا دا سينا كوانسن المسؤوليه نسن قد عوت منين وجد جدي دي غوورنس
ما مشيتو غنسياس الصحراء الملف نسقبر الطريقه النية جواتيش واتسمحشا الاحزاب السياسيه دايره الدور نعم مي المعلومه ذا الملفات ذا خميت ان تحتاج الحزب السياسي يعني خشان الوثيقه يعني غيرنا وزما غاستوضا جديد جن الاحتكار ولكن نهار خصها يعزم منين لان ومي الملك يستاسكوش في ورقين ومي ذي الخطاب العامي هذا نهار 2013 بان القضيه نص الصحراء ما راهي مغربيين ماشي نشا حد نظنيها معناه ان ومن قال لكسي يعني الولوج غير المعطيات غير الامكانيات خصها توفر الجميع الاحزاب السياسيه المجتمع المدني والمرأة واللي غير نظلم اذا هذا الشرط اساسي الاحزاب السياسيه تيران تدور نسنت الامكانيات نسنت اللي خاصني تجي لان نسن بان الدوله توفر مجموعه من الامكانيات ولكن التصن الاحزاب السياسيه استعمل الامكانيه نسنت الضعيفه خاصني تجي نش عبد ربي قيد النائب الرئيس للشبكه الليبراليه الافريقيه ذي 35 حزب 35 حزب ليبرالي ذي جنوب افريقيا غير المغرب يعني اللي انا مصوت يراود الاحزاب يظن تغير السيسين انت قطاس المسائل اولا ذي التنظيم ذي الامميه الليبراليه بوليزاريو توديني قبل نذف الشيء نهار مي غنذف ويقيم تشمدارع نزيد نعم لان الشيء كاتحاد دستوري يعني خاص ديري الامكانيات تمشي الامكانيات الاحزاب السياسيه نويد اللجنه راح نعم. الاقاليم الجنوبيه راح غادي ندوف في الزرا في عين المكان كنت قرار نكمل نعم عاصي دغري قيم الوقت المخرج البرنامج اللي كيتيني وري قيم الوقت نعم ولكن انتبهيش نحاج بان الشيء بالنسبه لاباره نعم. دبلوماسيه برا ما حد ديني الحزب امريكا يحكم النهار من انا الحزب الديمقراطي انت بدا غاسي تميير هذه النقطه الضعف نعم. ولكن هذا صاحب الجالي وشي تبرات لا ديني المغرب وريد من انا من انا نهار العالم يتعيش جن حرب الباردات الجديد نعم نوذ ذايس وخا وخاسنا عليين نعم منوية أضهانت الأقطاب النظني ذي نعم. لاسين ذي لاسين انترناسيونال نعم. يخصى المصالح النخ أن تنوع أن قيم الدكر النخ نعم ذي الجهة يعني المغرب هذا يرزوق في الدكر يض اي باش نعم. نحافظ على المصالح النخ أستاذ صبري الحو يعني الخطاب من صاحب الجلالة اللي تمسس ويندانا القرارات الأممية لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة الخطاب نعم هذا الشخصيفه بزاف السبرين لا الخطاب غير انني ما يدي غينا ديجرو الخطاب نوليت خمساني وهو يمشي لنا الدكتور ولاني تفرن الخطاب ما يديك سيلان بانكي مون يجدد الثقه النسيه كريستوفر روس الجزائر دهتيني هاد القضيه الاستعماريه البوليزاريو دا تهدد السلاح اذا كنت دو شرط خمساني دوهو ديمشي خصم ججرا كان العجب نغدي تخرق عاده ما ينادي الدان وريحلي ولا نادي زين ما خف لان وجانا بعدا يا تير في 2015 ويني اسقاني نقولوا ابرين 2015 مي ديغيا ديجرو يعني خصها يعني في ديال المغرب ذات المغانا وضع 2015 يعني انه يخصها اود المغرب هذه يستعد ودي تنوغي نعم. لان يدغي دنتيني يا ربي هادو ديجرو نعم ولا اني مش قادا ديجرو يخص خص المغرب هذه اللي على حدا خص هذا كل شيء هذه اللي على بال نعم يعني استاذ لطيب كي التصور انك دغي في الخطاب من صاحب الجلاله والخطاب من صاحب الجلاله يلقى واضح الاسلوب المهادنه ديال الجزائر ملي حتينا وقليد يخصص سول دي سنور نسك المهادنة نعم أشكو كراسة يسن تدتو قيو رقلين نعم ولهذا يخصى أفلس النهج محتنكني سياسيا اقتصاديا اجتماعيا إعلاميا على جميع المستويات نعم وراكي مكنتني تسركعت أبلاس القوانك نعم. القوة اللي دار نحيلان هو أنه دار نحيل الإجماع الوطني حول قضية الصحراء نعم. في الوقت اللي الجزائر نعم يلاه العسكر نسن
حفله اما حتى ويزدر هاتي ورينا دمتنا على القضيه من الصحراء اشكون تني ورينا الطحين صلاح روحنسن حياه القضيه اللي وريكين تنسن غوي اللي تلعبني نحل فلوس البترول بالدولار هاتي راه تنين تلك ملعفيت الجزائريين نعم نعم انا وضغراتين يري وجراواد لسنيمير خشيان بجيونا كي نغيمون الدكتور سعد الدين العثماني ايانا رئيس المجلس انا مورا الحزب العداله التنميه تنميرث الاستاذ احمد الباز ايانا ازك البيرو نسرتيت رئيس البيرو نسرتيت الحزب الاتحاد السوري انا سلمان ازداوي لسنيمير خشيان الاستاذ محمد لطيب ايانا المحامي اخف الحزب الليبرالي المغربي تنميرث الاستاذ صبري الحو ايانا المحامي ايانا رئيس المركز المغربي انتيلي ديمور لسنيمير خولا وساكن غادي حاضر لسنيمير غويساكن غي فور يرواد لزق جاج المغرب اولا برانسا يراو ناس خصا كانسي والخط نقاضي دان قال خطابي مقر يا صاحب الجلاله ليد محمد وسطي صار بيتنصر سلم سيب تنستان وان بير سلم سيب تن 39 وسكوا سيزرين اخفت ودا تزيزا وتغل الاقل من غنسي تفاسيد لو استينا ختان ميرت نون نسد دمان ربي الهلاس يراقي دون يراو ايضا زق البرنامج نون ابريد نتنامور الساعه 15 واس واس الاثنين 9 ومراس في زيك صغيرون زك تلفزيون النمازيغ تن ميرت نون.